Hello, welcome to Introduction to Office Management and Modern Offices. مادة الأوفيس مانجمنت في اليونت الأول مقدمة في الأوفيس مانجمنت. في هذا اليونت يا جماعة رح نحكي عن أكثر من موضوع وأكثر من تايتل. أول إشي حيكون في عنا Introduction، بعدين حنحكي عن أهمية الأوفيس مانجمنت، The Importance of Office Management، بعدين حنحكي عن المودرن أوفيسز وشو تعريف المودرن أوفيسز اللي هو المكتب الحديث وما هو تعريفه، بعدين حنحكي عن what to know before start working، إيش الأشياء اللي لازم نعرفها قبل ما نبدأ نشتغل عشان نكون ناجحين في مكان عملنا، شو دور الـ duties تبعت الأدمنستريتور، وشو هو الـ virtual office، يعني شو خلينا نقول دور الشخص اللي بده يشتغل كإداري، وشو يعني virtual office اللي هو المكتب الافتراضي، شو الكواليفيكيشن اللي لازم تكون عندك عشان انت تقدر تشتغل، شو هي الاب تو ديت ترندز، شو احدث صيحات او خلينا نقول احدث اشياء في الاوفيس مانجمنت، وشو هم المهارات التسعه الاساسيه في الاوفيس مانجمنت في اداره المكاتب. تمام، طبعا الهدف من هذا اليونت، من الهدف انت بتعرف شو الاشي المهم اللي انت لازم تركز عليه. اول اشي بقولك define the office management and it's important، يعني بدك تعرف تعريف الاوفيس مانجمنت، شو هو الاوفيس مانجمنت وشو هي اهميته. تمام، بدك تفهم طبيعة العمل في المودرن اوفيس، the nature of modern office، بدك تستوعب وتدرك كيف ممكن تكون اوفيس مانجر ناجح، كيف تكون مدير مكتب ناجح. بدك تفهم شو يعني job description وشو محتويات الجوب description هذا. طبعا job description هو الوصف الوظيفي. بدك تفهم شو يعني organizational structure وشو الـ organizational chart اللي هو الهيكلية الإدارية. بدك تفهم وتعرف الفرق بين office functions، طبعا في مجموعة من المهام الوظيفية في المكتب أو وظائف المكتب لازم تكون عارفها. بدك تفهم ايش يعني ورك سبيس، مكان العمل وشو مميزاته وشو محتويات مكان العمل. بدك تميز بين انظمه المؤسسات المركزيه ولا مركزيه، سنترلايزد اند ديسنترلايزد اورجانيزيشنال سيستم. بدك تفهم شو يعني فيرتشوال اوفيس، وتقدر تميز بين المودرن اوفيس والفيرتشوال اوفيس، المكتب الحديث والمكتب الافتراضي. بدك تفهم شو الترندز، اخر شيء الآن بيتم تطبيقه في الأوفيس مانجمنت في إدارة المكاتب، وبدك تعرف شو هي needed skills في الأوفيس مانجمنت. تمام؟ طيب أول حاجة عنا تعريف الأوفيس مانجمنت، بقولك أوفيس مانجمنت اللي هي إدارة المكاتب is a profession، هي مهنة involving تحتوي على the design, the implementation, the evaluation، تحتوي على ديزاين يعني خلينا نقول تنظيم، implementation تطبيق، evaluation تقييم، and maintenance يعني المحافظة، maintenance معناها يعني أن تحافظ على the process of work، على سريع العمل أو سريان العمل أو نظام العمل within an office، داخل المكتب في مؤسسة ما. تمام؟ طيب وهذا كله أنا بدي أعمله ليش؟ ليش بدي أعمل ديزاين وليش بدي اعمل امبلمنتيشن وليش بدي اعمل ايفالويشن؟ هذا كله عشان توصل لإشي اسمه افيشنسي بمعنى الكفاءه. تمام، وبرودكتيفيتي الانتاجيه. تمام، هذا تعريف. اذا التعريف الاول بقول لك هو كل هي مهنه تتضمن انك انت تقدر تعمل تنظيم وتطبيق وتقييم ومحافظة على سير العمل في مكتب عشان تقدر توصل لكفاءة وإنتاجية. تمام؟ طيب في هنا تعريف تاني، طبعا في النوت تبعتكم مكتوب مجموعة من التعريفات، ممكن يعني 5 أو 6 تعريفات، أنا أخذت منهم 2 و2 أعتبرهم الأهم والأسهل. A task of planning هي مهمة تنظيم، هي مهمة تخطيط، coordinating خلينا نقول اتصال وتواصل فيها coordinating. تمام، motivating فيها انك تحفز، the efforts of others كله هذا بدك تخطط للناس التانيين،
وبدك تنظم وتعمل كوردينيشن مع الناس التانيين، وبدك تحفز الناس التانيين for specific objective in the office، لتحقيق هدف ما في المكتب. تمام؟ طيب هذه المادة بتتقاطع مع مادة management principles of management، وكل كلمة management هي the process of planning, organizing, leading and controlling. هذا تعريف المانجمنت. تمام؟ طبعا التعريفين a task of planning, coordinating, motivating the efforts of others toward specific objectives in the office. هذا تعريف الoffice management. تمام؟ هاي احنا حكينا عن تعريفين. في كل تعريف يا جماعة في عنا اشي بنسميه keywords. keywords اللي انا حاطه لكم اياها بالالوان هنا هي اهم شيء تكون بالتعريف. اذا كتبت التعريف ما كانش هدول الكيوردز بالتعريف، معناته انت ما كتبتش التعريف. تمام؟ طيب هذا تعريف الاوفيس مانجمنت، هي بروفيشن مهنه او هي تاسك. ديزايننج امبلمنتنج ايفالويشن مينتيننس بلاننج كوردينيتنج موتيفيتنج سبيسيفيك توورد سبيسيفيك اوبجكتيف ان ذا اوفيس. تمام؟ هنا هيك احنا حكينا عن تعريف الاوفيس مانجمنت. طب كيف بيجينا هذا الاشي بالامتحان؟ كيف بيجينا بالكويز؟ ايش السؤال؟ ممكن يقول لك ببساطه ديفاين، يعني عرف ذا اوفيس مانجمنت، او بيجيب لك مثلا ترو اور فولس جمله، هذه هي تعريف الاوفيس مانجمنت، بتقول انت اذا صح او خطا. يعني ممكن تيجي مالتيبل تشويس، ممكن تيجي يقول لك ديفاين اكتب، ممكن يجي ترو فولس، وممكن يجي مثلا توصيل يكون كاتب لك مجموعة من التيرمز وقدامها تعريفات، وانت بدك توصل، بدك تحدد كل تعريف لأي تيرم موجود. تيرم يعني مصطلح. تمام؟ طيب نيجي هنا للأوفيس مانجر. مين هو الأوفيس مانجر يا جماعة؟ أوفيس مانجر اللي هو معناها مدير المكتب، هو موظف. طيب الموظف هذا عن إيش مسؤول؟ he is an employee charged with، يعني responsible of. charged with يعني responsible of. ممكن انت تبدل الكلمات بكلمات انت عارفها وبالنسبه لك اسهل. charged with the general administrative responsibilities of any given job of a corporation. هو مسؤول عن كل الامور الاداريه في اي مكتب في المؤسسه. تمام؟ the job of a secretary or administrative administrator is requested for every kind of organization. طب هل انه شرط هذا الاوفيس مانجر يشتغل في مكتب كبير، في شركه كبيره، في شركه صغيره، في شركه متوسطه؟ كل المؤسسات وكل الشركات تحتاج للاوفيس مانجر. تمام؟ مهمته الاساسيه support managers. طالما في مانجر، طالما في اوفيس مانجر. طيب هذا الاوفيس مانجر، هل انه التايتل تبعه اوفيس مانجر هيك؟ يعني شغلانة اوفيس مانجر، شغلانة اوفيس مانجر. طب ممكن يكون له اسم تاني؟ ممكن يكون اسمه administrator، ممكن يكون اسمه clerk، ممكن يكون اسمه assistant، ممكن يكون اسمه personal assistant، ممكن يكون اسمه administrative assistant. كل هذه مسميات، ممكن يكون اسمه secretary. تمام؟ كل هذه مسميات تم استحداثها وتم تطوير اشياء عليها، هي اعلى من secretary. يعني كلمة سكرتري هذه أبسط شغلانة. تمام؟ التطور تبعها هو الأوفيس مانجر. تمام؟ طيب عرفنا هي is an employee charged with general administrative responsibilities in any given job. طيب هل in any given office حجم المؤسسة بيفرق؟ لا، هو ممكن يشتغل في every kind of organizations. طيب نيجي لأهمية الأوفيس مانجر أو الأوفيس مانجمنت. ليش الأوفيس مانجمنت مهمة؟ تمام؟ في عنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، فينا 12 أهمية. إذا حفظت 6 بكون كتير منيح. تمام؟ مهم تفهم كل الكلام المكتوب، فهم واحفظ لك 5 6، لأنه ممكن يقول لك يجيك سؤال بالامتحان mention the office management importance، بدك تقول mention 5 على الأقل، بدك تذكر 5، احفظ 6 عشان تقدر تذكر 5. تمام؟ بقول لك office management is important. ليش؟ بقول لك it helps in achieving أو achievement of target، بتساعد على تحقيق الهدف. شغلانة هذا الأوفيس مانجر إنه يساعد المدير عشان يحقق الهدف، شغلانة الأوفيس مانجر إنه يخلي الناس التانيين يشتغلوا عشان يحققوا الهدف. تمام؟
optimum use of resources. هذا ما بكون مسؤول عن الريسورسز. شو ريسورسز يعني؟ يعني السبلايز، يعني الورق، يعني الفلوس الموجودة في المؤسسة، البيتي كاش، تمام؟ هو مهمته انه يستخدم هذه الريسورسز لأفضل طريقة، optimum. optimum اللي هو المثلى أو الأفضل، تمام؟ يعني use the resources in a best way، تمام؟ رقم ثلاثة بقول لك minimization of cost. مهمته برضو كمان انه يقلل من الكوست الموجود، كوست يعني التكلفة، يعمل minimization للكوست. المهمة كمان اللي بعديها smooth flow of work. مهمة الأوفيس مانجر انه يتأكد انه الشغل ماشي smooth flow، ماشي سريان العمل، ماشي بشكل سلس وسهل، تمام؟ helps in maintaining office efficiency، يتأكد انه في عندنا كفاءة عالية في المكتب، تمام؟ managing survival and growth، بيساهم بنمو وبقاء البزنس هذا، تمام؟ provides innovation، في دائما مهام بتكون محتاجة حلول سريعة، فهذا الأوفيس مانجر المفروض مهمته إنه يلاقي لي الحلول السريعة إنه يكون فيها إبداع. help to retain talents and inculcate a sense of loyalty in office staff. مهمته إنه يحافظ على التالنتس اللي موجودة عند الأوفيس ستاف، عند الموظفين. طيب provide leadership، هذا المفروض يكون قائد بشكل أو بآخر. managing change، هو مسؤول عن التغيير. maintaining public relations، هو مسؤول عن العلاقات العامة لأنه هو اللي بيستقبل الزوار، هو بيستقبل الناس اللي بيجوا عند المدير. social benefits، هو بيساعد في أمور اجتماعية في المكتب، تمام؟ طيب شو يعني مودرن اوفيس؟ وهنا هذه الجملة الثالثة أو المهمة الثالثة اللي إحنا محتاجين إنه إحنا نعرفها، تمام؟ بقول لك مودرن اوفيس is a workplace shaped by technology، هذا هو التعريف. المكتب الحديث هو مكان العمل الذي يتم إدارته باستخدام التكنولوجيا. طب إيش هي التكنولوجيا؟ using computers، using internet، استخدام الكمبيوتر واستخدام الإنترنت. using variety of electronic equipment، نستخدم ماكينة التصوير، نستخدم التليفون اللي بيحول المكالمات، كلها هذه تعتبر أجهزة تستخدم في المودرن أوفيس، تمام؟ طيب technology has thus modified and redesigned the nature of most of office work. بقولك هذه التكنولوجيا لما صارت غيرت، عملت modify. شو modify؟ يعني تغيير، غيرت من شكل وطبيعة العمل في المكتب. كيف؟ هو هذا السؤال اللي احنا لازم نسأل حالنا، كيف التكنولوجيا غيرت من طبيعة العمل في المكتب وصار في عنا اشي اسمه مودرن اوفيس؟ وهنا بدنا نجاوب عليه. بقول لك the basic office tasks are no longer solely the responsibility of the administrative assistant. تمام؟ ايش يعني هذا الكلام؟ يعني الأعمال الإدارية بطلت بس فقط هي مهمة الادمنستريتيف اسيستنت. ها مهمة مين؟ صاروا كل الناس بغض النظر عن شغلهم أو الديجري اوف ريسبونسابيلتي عليهم مهام إدارية، تمام؟ يعني office suiting duties are performed by all workers regardless of their degree of responsibility، بغض النظر عن مهمتهم، تمام؟ طب ايش صار معنا كمان؟ the knowledge of essential office procedures including internet skills therefore cannot be limited to a secretary or administrative assistant. بطل بس لازم السكرتري تعرف كيف تشغل الانترنت او تشتغل عليه، بطل بس السكرتري لازم بس تشتغل على البرينتر، بطل بس السكرتري لازم تشتغل على الفوتوكوبينج ماشين، لا كل الناس لازم يكون عندهم السكيلز هذه، تمام؟ knowing only the technical aspect of the job is insufficient. إنك تكون مهندس هذا إشي مش كفاية، لازم يكون في عندك office skills، لازم يكون في عندك soft skills، لازم يكون عندك معرفة في كيف إنك تكون موجود في المكتب. إذن the office skills بطلت مهمة بس الـ administrative assistant، صارت مهمة كل الناس اللي موجودين في المكتب بغض النظر إيش شغلانتهم، كان دكتور، كان مهندس، كان إيش مكان، لازم يكون عنده office skills، تمام؟ هيك هذا هو التغيير اللي عملته التكنولوجي في الأوفيس وورك. طيب how to be a successful office manager، عشان أنا أكون successful office manager في أشياء لازم أعرفها، تمام؟
I need to know my company. وحنحكي بدنا بعدين إيش أنا أعرف عن الشركة تبعتي. I need to know my job description. لازم أعرف الوصف الوظيفي تبعي. I need to know the organizational structure. لازم أعرف الهيكل الوظيفي، الهيكل الإداري تبع المؤسسة. لازم يكون في عندي clear background about my role at work. لازم يكون في عندي أعرف my company and the workspace. مكان العمل وطبيعة مكان العمل وإيش محتويات مكان العمل، ولازم أعرف الorganizational system اللي أنا بشتغل فيه. تمام؟ هدول خمسة ست أشياء لازم أكون بعرفها عشان أكون a successful office manager. تمام؟ طيب what to know، نبدأ بأول واحدة. what to know about your company، إيش الإشي اللي لازم أعرفه عن الشركة تبعتي. أول إشي لازم تكون عندك background عن الشركة، اسمها. مش معقول تكون بتشتغل في شركة مش عارف اسمها. لازم تكون عندك معلومات مين اللي أسسها، طب هي ملك مين، طب مين صاحبها، طب ايش اسمائهم اصحاب الشركة هذه، طيب كم من سنة إلها بتشتغل، الهيستوري تبعها. تمام؟ لازم تكون عارف المنتجات اللي انت بتبيعها او الخدمات اللي انت بتقدمها. لازم تكون عارف طبيعة العمل في هذه الشركة، ايش هو ايش الانفايرمنت هذا اللي في الشركة هذه اللي بتشتغل فيها. هل انه هي بتشتغل في مجال مثلا خلينا نقول الصناعة الغذائية، هل هي بتشتغل في مجال المقاولات، تمام، هل هي هذه الشركة بتشتغل في المطاعم، هل هي الشركة هذه بتشتغل في مجال تقديم الخدمات التعليمية، تقديم الخدمات الصحية. لازم اعرف انا هذه الشركة ايش الانفايرمنت اللي بتشتغل فيه. كمان لازم اعرف my authority. authority يعني مسؤولياتي، او خلينا نقول لا سلطاتي. your authority and responsibility، ومسؤولياتي. لازم اعرف سلطاتي ومسؤولياتي. تمام؟ طيب بعدين كمان لازم اعرف the organizational mission statement، شو هي رسالة هذه المؤسسة. المؤسسة هذه معمولة عشان ايش تقدم ايش تعمل. ولازم اعرف كمان ايش بيسموه the business ethics، اللي هي اخلاقيات العمل في هذه المؤسسة. تمام؟ هدول هم أربع أشياء لازم أعرفهم هنا. طبعاً إشي مهم كتير إنه أعرف إيش يعني authority وإيش يعني responsibility وإيش يعني mission statement، وهذا اللي إحنا حنعرفه الآن. طبعاً authority و responsibility عكس بعض. authority السلطة تبعتي، is the ability of an individual، هي القدرة الشخص to inform others. to inform others يعني إنه يقول لناس تانيين of what he or she expect them to do. طيب بنبسط الموضوع على الآخر. the authority is the ability to give order، هي قدرتك على إنك تعطي أمر. تمام؟ كيف يعني؟ يعني مديرك بالشغل هو مديرك، فعشان هيك هو عنده السلطة إن هو يقول لك اعمل الشغلة الفلانية وإنت لازم تسمع الكلام. إذن the authority is the ability of giving orders. تمام؟ هينا سهلناها على الآخر. ability to give orders. طيب نيجي للresponsibility. responsibility is the obligation. المسؤولية is the obligation to follow orders. إنه أنا أطبق الأوامر. تمام؟ سهلناها على الآخر. authority is the ability to give orders. أعطي شو اسمه هذا؟ أوامر. responsibility is the ability is the obligation sorry is the obligation يعني هو الفرض او الواجب to follow orders. تمام؟ طيب المشن ستيتمنت ايش يعني؟ is a formal short written statement of the purpose of a company or organization. هي عباره عن مجموعه من الجمل بتمثل the purpose. شو يعني purpose؟ الهدف من الشركه، وهي اشي رسمي ويتم اعلان عنه. يعني عيد تاني. mission statement is a formal written statement of the purpose of the company. هدف الشركة. طيب نيجي هنا. في عندنا case study هلأ بدنا نحلها مع بعض. بقول لك read the KYTC mission statement and answer the questions the questions in the case study and answer the following question. What is the service provided by the KYTC. شو السيرفيس اللي بتقدمها الـ KYTC؟ What, who are the target customer؟ مين الكاستمر؟ مين هم الفئة المستهدفة؟ مين هم الزباين تبعون الـ KYTC؟ What is the aim of the college؟ شو هدف الكوليج؟ شو هدف الكلية؟ تمام؟ هدول الأسئلة المفروض نقدر نجاوبهم
بمجرد ما نقرأ الميشن ستيتمنت تبعت الكلية. طيب هل هدول الأشياء لازم نجاوبهم بمجرد بس ما نقرأ الميشن ستيتمنت تبعت الكلية؟ أكيد لا، هدول لازم نعرف نجاوبهم بغض النظر ايش احنا الميشن ستيتمنت اللي قراناها. يعني الميشن ستيتمنت تاعت جوال لازم نعرف نجاوب على ثلاث اسئله هدول، الميشن ستيتمنت تبعت اي مؤسسه او اي شركه في العالم لازم تمكننا من الاجابه عن هدول الاسئله. طب ايش الاسئله؟ نرجع تاني، what is the service provided؟ هنا delivery of vocational and technical professional program. ايش معناه؟ هو تقديم التعليم المهني والتقني، برامج التعليم المهني والتقني، تمام؟ اذا الخدمه هي تقديم برامج تعليم تقني ومهني، تمام؟ طيب نيجي للاسئله الثانيه، who are the target customer؟ نيجي هنا students females and males. إذا أنا الهدف تبعي طلاب الفيميلز والميلز. طيب نرجع تاني للسؤال، what is the aim of the college؟ نيجي هنا الـ aim of the college هما ذكروها هنا خلال خلينا نقول 1 2 3 4 5 نقاط، تمام؟ graduates of the college هي الـ aim تبعها، have linguistic ability القدرات اللغوية، تمام؟ technical skills لازم يكون عندهم المهارات التقنية، intellectual capacity يعني عندهم قدرات عقلية، leadership potential لازم يكون عندهم إمكانيات قيادية، تمام؟ and contribution لازم يكون في مساهمة. كل هدول ليش؟ عشان يساهموا في development في تطوير الكوميونيتي اللي هي المجتمع، تمام؟ هيك احنا بنكون جاوبنا على الثلاث أسئلة. طيب كيف احنا ممكن يجينا في الامتحان؟ حيجيك كيس ستادي، حيجيك ميشن ستيتمنت لاي مؤسسه ثانيه، والمفروض انه انت تقدر تطلع هذه الاشياء من تطلع هذه الاجوبه من الميشن ستيتمنت اللي انت راح تقراها، تمام؟ طيب هيك احنا بنكون حكينا باهم شيء في اليونت هذا، تمام؟ الان بدنا نحكي عن الايثكس اوف ذا بزنس. Ethics of the business، إيش يعني business ethics؟ بقولك is a form of applied ethics of professional ethics. نكون عارفين شغلة كتير كتير مهمة، الأخلاق ملهاش دفتر. طب كيف بنعرفها؟ بنعرفها من المجتمع. طيب هلأ في البزنس في الشغل، هل إنه أخلاق المهنة، أخلاق المهنة ملهاش دفتر؟ بقولك لا، إحنا عشان نخلي كل الناس عندهم نفس أخلاق المهنة راح عملوا لها دفتر. طب الدفتر هذا من وين بنجيبه؟ تمام؟ انت لما بتكون تدرس بزنس المفروض خلال دراستك يقولوا لك ايش الصح وايش الغلط في البزنس هذا، تمام؟ في نهاية لما تتخرج انت رح تعمل قسم، القسم هذا انك انت ايش؟ تحافظ على اخلاق المهنة. المحامي المفروض يحافظ على اخلاق مهنته، الدكتور يحافظ على اخلاق مهنته، طبعا كل مهنة ولها اخلاق بتخصها هي، تمام؟ طيب ايش اخلاق مهنتنا؟ احنا بنشتغل في المكتب، ايش اخلاق مهنتنا؟ اكيد من اخلاق مهنتنا الامانه، اكيد من اخلاق مهنتنا الشفافيه، اكيد من اخلاق مهنتنا ما نحكيش الاسرار تبعت العمل. اذا اخلاق المهنه، كل مهنه ولها اخلاق مختلفه عن الاخلاق الثانيه. هلا ايش يعني بزنس ايثكس؟ ايش تعريفها؟ بقولك از ا فورم، هي مجموعه من الاشياء، اوف ابلايد ايثكس اور بروفيشنال ايثكس ذات اكزامينز ايثكس ايثيكال برينسيبلز، هي بتمثل اللي هي الأخلاقيات العامة أو القواعد الأخلاقية لما تواجه أي مشكلة في العمل، تمام؟ يعني إذا مديرك سرق أنت حتسرق زيه؟ المفروض لا. إذا صار في أي إشي بيمس الأخلاق العامة أنت المفروض أن أنت تتصرف بناء على أخلاق المهنة، تمام؟ طيب شو يعني job description؟ job description الوصف الوظيفي، هي عبارة عن قائمة، a list of all the duties and the responsibilities of a particular job. هي قائمة فيها كل المهام لمهنة معينة. طيب أنا بدي أشتغل administrative assistant، إيش الليست هذه تبعتي مكتوب فيها؟ administrative assistant في إلها job description، هي الجوب description تبع administrative assistant، تمام؟ بقول لك provide administrative support to ensure efficient operation of work أو of office، يعني أنا بدي أقدم الدعم الإداري عشان أتأكد إنه في عندي سريان كفؤ للعمل في الأوفيس،
في المكتب. answer telephone calls، انا مهمتي اني اجاوب على التليفونات. schedule meeting، انا مهمتي اني احدد المواعيد. support visitors، انا مهمتي اني استقبل الناس الزوار واتعامل معهم. carries out administrative duties such as filing, typing, copying, bundling, scanning، كل ما يخص بالشو اسمه هذا بالورق، بدي افايلهم، بدي اخزنهم عندي، بدي اطبعهم، بدي انسخهم، بدي اعملهم سكانينج، كل هذا من مهمتي. تمام. complete operational requirements by scheduling and assigning administrative projects and expended work results، انا المفروض مهمتي انه اتابع سير العمل، اشوف ايش المواعيد، اشوف مين المسؤول عن ايش، اخلي الناس يكونوا مسؤولين عن تفاصيل معينة. making travel arrangement، انا مهمتي ان انا احجز السيارة واحجز الاوتيل واعمل reservation لاي مدير بكون مسافر. انا مهمتي انه اتعامل واعمل communication via phone وفيا تليفون وفيا ميل، على التليفون وface to face وعن طريق الايميل وعن طريق البريد والورق، كل اشي هذا يعتبر من مهمتي. طيب اللي حيشوف هيك حيقول طيب هو كيف طب المدير ايش بيعمل اذا انا بعمل كل هذا الشغل؟ طب المدير ايش بيعمل؟ فعليا المدير مخصص شغله لياخذ القرار، بس كل الشغل التنفيذي فعليا انت اللي بتعمله. تمام. طيب هذه هي الجوب ديسكريبشن تبع الادمنستريتيف اسيستنت. طبعا لازم تكون حافظهم غيبا. تمام. لازم تكون عارف انت لما بدك تتخرج من هذه الكليه ايش بدك تروح تشتغل. انا بدي اروح ارد على التليفونات، انا بدي اروح اعمل ميتنج، انا بدي اروح اعمل كوميونيكيشن مع الناس، انا بدي اروح اعمل فايلينج. انا لازم تكون حافظ انت وفاهم انت ايش شغلك بده يكون. تمام. طيب في عنا كمان الشغله الثانيه، احنا هيك خلصنا to know about your organization and to know your job description. الشغله الثالثه اللي انا لازم اكون عارفها، انا لازم يكون عندي معرفه في الاورجنايزيشنال ستراكشر والاورجنايزيشنال تشارت. تمام. اورجنايزيشنال ستراكشر اللي هي الهيكل الوظيفي، اورجنايزيشنال تشارت اللي هي يعني الرسمه، الرسمه هيها، هذه الرسمه، هذه يا جماعه هي التشارت، هذه هي التشارت، هذه الرسمه. تمام. اورجنايزيشنال ستراكشر هيكل. تمام. احنا بنحكي عن الرسمه، تشارت رسمه. طيب نرجع للاورجنايزيشنال structure، بقول لك the form of an organization that evident in the way divisions, departments, functions, people link together and interact. هي اللي بتقولنا ال organizational structure، هي اللي بتقولنا الأقسام كيف مقسمة، ال divisions، ال functions كيف المؤسسة هذه شغالة، إيش التفاصيل اللي فيها، مين مسؤول عن إيش، كيف بيتواصلوا، كيف اللينك بينهم. تمام. organizational chart هي الدياجرام، هي الرسمه اللي بتوضح الاستراكشر. تمام. يعني الاستراكشر الابو والشارت الابن. تمام. is a diagram that show the structure of the organization and the relationship between positions. هي يا جماعه، هي بتقولنا هنا في عندنا executive department، executive director، هنا deputy يعني نائب، هذا chief program يعني هذا مسؤول عن هذا، وهذا head of communication، وهذا head of public outreach، وهذا head of هذا volunteer coordinator. تمام. هلا كل واحد لتحت اللي فوقه بكون مسؤول عنه، يعني هذا مسؤول عن هذا وهذا وهذا. تمام. طيب هذا يا جماعه chief technical officer، تحته في software developer، تحته في software developer، تحته في، اذا انا عرفت من هذا مين مسؤول عن ايش وايش التفاصيل تبعته. تمام. في عندنا هنا شيء اسمه جوب تايتل. خلصنا احنا هيك الاشياء المهمه. الجوب تايتل هي describe persons who work in an office. some of these titles are، يعني هو الاسم الوظيفي او اسم الوظيفه، جوب تايتل اسم الوظيفه تبعتك. تمام. administrative assistant، administrative aid، personal assistant، coordinator، هدول كلهم الاسماء الوظائف اللي انت ممكن تشتغل فيهم، هدول حكيناهم من البدايه. طيب نيجي هنا للشيء بنسميه the office functions. office functions بقول لك في عندك خمسه office functions. في عندك routine function، يعني هي مهمه او وظيفه تقوم بها بشكل روتيني، ممكن تقوم بها كل يوم، ممكن تقوم فيها كل اسبوع، ممكن تقوم فيها كل شهر.
في عنا technical function، في عنا هي technical function هي الوظيفة أو المهمة خلينا نقول التقنية، تحتاج لمهارة تقنية. في عندك analytical function اللي هي المهمة التحليلية. في عندك interpersonal function المهمة الشخصية، يعني تعتمد على المهارات الشخصية. في عندك managerial function المهمة الإدارية. وهنا حكيت إيش يعني كل مهمة، وديتك كمان example على هذه المهمة. هلأ بالامتحان إيش ممكن يجيك؟ ممكن يقولك give example، فالمفروض أنه أنت تعرف example. ممكن يقولك true or false، هذه الشغلة تعتبر روتين فانكشن، فأنت لازم تعرف إذا هي روتين ولا لا بناء على فهمك للفانكشنز هدول. طيب تمام. welcoming visitors روتين. طب answering telephone روتين. طب answering telephone روتين وانتر personal صح. تمام. technical skills اللي هي tasks that need special technical skills، هي محتاجة لمهارة تقنية محددة. typing مهارة التايبنج هذه technical، محدش بيعرف يعملها. تمام. طيب accounting والله technical، أنا محتاجة لمهارات accounting. طيب analytical تحليلية، هي task تحتاج لعقلك، تحتاج للcritical thinking تبعك. تمام. preparing financial report، preparing a report، كل الريبورتات لازم تكون فيها تحليل، لأنه بالأخير أنت بتطلع بريكومنديشن. تمام. interpersonal skills، interpersonal functions الإشي اللي مبني على التواصل مع الناس. طيب welcoming visitors والله interpersonal وروتين بنفس الوقت، answering telephone interpersonal وروتين بنفس الوقت، managerial الإشي اللي بيتعلق بالمهارات الإدارية، التخطيط مهارة إدارية، preparing a plan إذا هذا إشي إداري. تمام. حكينا إحنا هيك عن الفانكشنز المهمة. طيب نحكي الآن عن الأوفيس مانجر ريسبونسابيليتيز، حكيناها قبل شوي وحنعيدها تاني. أنت إيش مهامك كشخص بده يشتغل في المكتب، كشخص بده يشتغل تحت اسم، تحت الجوب تايتل تبع administrative assistant أو office manager. handling information، أنت مهمتك تتعامل مع المعلومات، الانفورميشن اللي مكتوبة على ورق، الانفورميشن المحكية حكي، الانفورميشن المسموعة. تمام. dealing with others، الناس اللي بدك تتعامل معهم على التليفون ووجه لوجه، وبدك تتعامل معهم كمان بالإيميلات. تمام. operating control system، أنت المفروض تكون عارف أنت في عندك بيتي كاش كيف بده ينصرف، أنت في عندك supplies، عندك ورق، عندك أدوات مكتب كيف بدك توزعها. dealing with telephone calls، بروغرافيكس ريبروغرافيكس handling mail بدك تتعامل مع الرسائل اللي بتيجي وبتطلع، product document production بدك تكتب رسائل، document transmission بدك تنقل الرسالة من حد لحد، classification storage retrieval of information بدك تخزن المعلومات وتسترجعها، purchasing of consumables and stock control system عندك الأشياء اللي يتم استهلاكها بالمكتب أنت المفروض تكون مسؤول عنها، financial services تفاصيل بتخص الفاينانشال كلها أنت بدك تكون مسؤول عنها. تمام. طيب الجوب تايتلز، في عنا two levels للجوب تايتلز، في عنا junior administrator وفي عنا administrative assistant. junior administrative اللي هو بده يكون مساعد بس بيكون أقل من administrative assistant، يعني في عنا entry level اللي هو junior administrator، وفي عنا الادفانسد ليفل اللي هو administrative assistant. تمام. طبعا احنا وصلنا لحد اشي اسمه virtual office. ال virtual office يا جماعة هذا كله اللي قبل حكيناه بيخص modern office، وبيخص انت ايش الاشياء اللي لازم تعرفها عشان تكون successful office manager. هلأ هنا بدنا نحكي عن اشي اسمه virtual office اللي هو المكتب الافتراضي، المكتب اللي مش موجود على أرض الواقع ولكن موجود virtually. تمام. طيب هنا رح نحكي عن إشي اسمه virtual office اللي هو المكتب الافتراضي. في هذا المكتب employees can work from anywhere but still have things like a mailing address and phone answering telephone and meeting room or a video conferencing. virtual office يا جماعة هو المكتب الافتراضي، يعني ما فيش أنا إلي مكان محدد لهذا المكتب، الموظفين بيشتغلوا من أي مكان، ممكن يشتغلوا من بيتهم، ممكن يشتغلوا من أي مكان، بس الفيرتشوال أوفيس هذا إله ميلينج أدرس، يعني فيه إله عنوان بريدي،
وفي ناس يعني ممكن يكون موظف مسؤول انه هو يرد على التليفونات، وفي ما كمان فيديو كونفرنسينج، في خدمة الفيديو كونفرنسينج بتكون موجودة. تمام؟ طيب ايش الفرق بين الفيرتشوال اوفيس والمودرن اوفيس؟ المودرن اوفيس هو مكان، يعني في بليس، في بليس كولد اوفيس، والامبلويز جو تو ذا اوفيس، والموظفين هذول بروحوا على المكتب، بس المكتب هذا بيتم استخدام فيه التكنولوجي. تمام؟ الفيرتشوال اوفيس there is no physical place but there is a mailing address، في عندي عنوان بس ما فيش مكان محدد. employee work from any place including home، الموظفين بيشتغلوا من اي مكان بما فيه البيت. less overhead cost، اقل تكلفة طبعا، ويتم استخدامه بيستخدموا التكنولوجي وبيستخدموا الويب سايت. هنا المفروض هذه يكون مكتوب using website، بيستخدموا أكتر الويب سايت. تمام؟ إذن هذا الفرق ما بين المودرن أوفيس والفيرتشوال أوفيس. عشان تكونوا بالصورة، الآن أنا ممكن أكون موجود في غزة وأشتغل مع شركة موجودة في الهند أو في الصين أو في أمريكا أو في بريطانيا أو في أي مكان تاني، أكون أدمن أسيستنت أو فيرتشوال أسيستنت، وهذا الإشي اللي إحنا بدنا نحضركم لإله. الآن إنك تلاقي شغل في اللوكال ماركت هذا إشي كتير كتير محدود، وكتير كتير خلينا نقول فرصه محدودة، بس اللي فرصه أكتر وأكبر إنك تشتغل فيرتشوال أسيستنت، وهذا إشي كتير كتير مطلوب، وبيتطلب منك تكون عندك نفس المهارات اللي إحنا مدرسكم إياها الآن، بلس تكون لغتك الإنجليزية ممتازة. عشان هيك أنا دائما بأكد إذا أنت ناوي تخلص من هنا تلاقي شغل، لازم تشتغل على مهاراتك في اللغة الإنجليزية زائد المهارات التقنية اللي إحنا بنشتغل عليها الآن. تمام؟ How the first virtual office works. بقول لك virtual offices operates، يتم العمل فيها كأنها وحدة واحدة to serve customers but do not exist in a fixed location، بس هي مش موجودة في مكان محدد. تمام؟ هذه الفيرتشوال اوفيس هي بوبولار، مشهوره كتير للستارت ابس والسمول بزنسز. السمول بزنسز بدهم مش يا جماعه يكون في عندهم اوفر هيد كوست وتكاليف كثيره، بدهم يقللوا من التكاليف، فعشان هيك بيعملوا المكتب فيرتشوال. ويب بيست اوفيس، الويب هو الاساسي في المكتب. برودكتيفيتي سوفت وير سيرفيسز، لا في برامج بتخلي بتتبع الانتاجيه في المكتب. ليد تو جريتر برودكتيفيتي، في عندنا انتاجيه اعلى. It's services free workers from administrative tasks. كمان الـ virtual office بتقلل من الـ administrative tasks اللي على الموظفين. The business is not restricted to hire employees who live locally. كمان أنا مش مضطر أكون بأمريكا وأوظف كل الناس من أمريكا، بإمكاني أوظف من غزة، وهيك بكون أنا وفرت راتب، لأنه راتب الناس اللي في أمريكا أعلى بكتير من راتب الناس اللي في غزة. Not everything is an easy as it seems. كمان الموضوع هذا مش كتير سهل، الموضوع شوية يعني بده إمكانيات أعلى. تمام؟ Virtual assistant، شو يعني مساعد افتراضي؟ Virtual assistant هم self-employed workers، هم ناس خلينا نقول freelancers. تمام؟ Who specialized، متخصصين في offering administrative service، في تقديم الخدمات الإدارية للclients from a remote location، اللي موجودين في أماكن مختلفة. Usually a home office. وعادة الـ virtual assistant بيكون قاعد في بيته كمان يعني. تمام؟ طيب. Virtual assistant tasks، شو المهمات اللي عليها هذه؟ زي ما أنتم عارفين إحنا قلنا المودرن أوفيس والـ virtual assistant بالآخر بقوموا بنفس الشغل، بس هذا قاعد في المكتب وهذا قاعد في دارهم. Scheduling appointment، بياخدوا مواعيد. Making telephone calls، بيعملوا اتصالات. Making travel arrangement، أعتقد نفس الإشي. Managing email accounts، بيشوفوا البريد الإلكتروني. Offering graphic design، بيشتغلوا على graphic design وبصمموا. Blog writers، ممكن يكتبوا لك أونلاين على مقالات. Bookkeeping، بيشتغلوا accounting online. Social media and marketing service، بيقدموا خدمات بتخص إدارة صفحات السوشيال ميديا والتسويق وخدمات تسويقية. تمام؟ طيب شو الكواليفيكيشن اللي لازم تكون عند الفيرتشوال اسيستنت؟ شوفوا يا جماعه، الفيرتشوال اسيستنت لازم يكون نفس الاسيستنت العادي، بس محتاجه يكون في عندها وايد خلينا نقول نوليدج في الكمبيوتر سكيلز وفي التكنولوجي، هذا الاشي الاساسي.
تمام؟ هي نفس الكواليفيكيشن اللي الآن، يعني محتاجة يكون في عندها English language، محتاجين يكون في عندهم skills, office skills plus لازم يكون في عندهم wide خلينا نقول knowledge and experience in using technology. هذا الإشي الأساسي، تمام؟ طيب في عندنا three types of qualification. في عندنا three types of qualifications. في عندنا qualifications بتخص ال skills qualification، يعني لو أنا معايا شهادة ICDL هذه بنسميها skills qualification، لو أنا أخذت course typing هذه بنسميها skills qualification. وفي شو يعني skills qualification؟ يعني إمكانيات خلينا نقول أو شهادات بتخص ال تمام، شهادة مهارية، شهادة مهارية skills qualification. academic qualification هي شهادة أكاديمية، professional qualification هي شهادة مهنية، تمام؟ طيب إيش الفرق بين academic qualification والprofessional qualification؟ professional إحنا بنحكي عن إشي مهني، يعني إشي بيخص مهنة معينة بتاخدها من أماكن التدريب المهني زي كلية تدريب خان يونس، يعني البوم يعتبر professional qualification. طب academic qualification هي يا جماعة الشهادة الأكاديمية اللي بتاخدها من الجامعة، يعني جامعة الأزهر بتدي academic qualification، شهادة بكالوريوس، شهادة دبلوم، شهادة ماجستير، كلها هذه academic qualification. بس البروفيشنال qualification تاخدها من مراكز التدريب التقني والمهني، تمام؟ طيب إذا أنا يبدو يكون عندي تدريب تقني ومهني، يبدو يكون عندي شهادة جامعية، يبدو يكون عندي شهادة بتخص مهارة معينة، تمام؟ طيب هدول الثلاث كواليفيكيشنز اللي انا لازم افكر فيهم. انتوا الان بتاخدوا سكيل كواليفيكيشن وبروفيشنال كواليفيكيشن بنفس الوقت، بس تخلصوا بتكتجسروا بتروحوا بتاخدوا اكاديمي كواليفيكيشن، وهيك بكون عندكم الثلاثة الكواليفيكيشنز اللي محتاجينها في سوق العمل، تمام؟ يعطيكم العافية، نيكست ليكتشر رح نكمل بالمتبقي من اليونت.